الحمد لله. يوسف ادريس معناها. اي صحيح هكاك. والبونتو. بونتو يوسف مدالي في يعني في طبق الحمد لله يا ربي. ان شاء الله جاي خير باذن الله. ثلاثة بونتو في ثلاثة ماتشات في الجزيرة. باهي ياسر تزيد خليني نكمل نخدم والوبجيكتيف يمشي ويا الله. سيف المنتخب اليوم ظهر لي حقق المهمة التأهل لكاس الفينال. هذا هو الوبجيكتيف نتاعنا يعني من اللي جينا الوبجيكتيف نتاعنا التأهل. ان شاء الله لنكارد فينال نبداو مركزين بالكدا وان شاء الله نتعداو المرحله اللي بعدها باذن الله. اول ماتش سالتك على هداف البطوله ظهر اللي ماشي في ثنيه باهيه. باهيه ثنيه باهيه بستره ربي وان شاء الله نجيبوا حاجه باهيه باذن الله. باهي سيف بعد الكره اللي ضيعتها الجمهور وقف معاك ودز معاك وعيط باسمك ظهر اللي حاجه باهيه برشا تشجع اكثر باش تخدم. عادي اتاكون يعني باش تجيك ثلاثه كور تمركزوز ولا باش تجيك كوره لازم تكون ريسيت تاعك كبيره برشا باش تنجم تمركيهم الكل مع بعضهم. عادي معناها فهمتني. يعطي الصحه نشكر الجمهور اللي دي مش جديد عليه. الماتش اللي فات جا والماتش هذا يعطي الصحه جا بعدات غفيره وسيبورتينا للاخر هذا البلوز امبورتون معناها.